بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم في درس المجموعات للأولى بالعلوم الرياضية. نبدأ بمفاهيم أساسية حول هذا الدرس. إذا بالنسبة لأول مفهوم هو مفهوم مجموعة. مفهوم مجموعة، مثلا هناك قسم يحتوي على 20 تلميذ. هذا القسم يكون مجموعة من التلاميذ، يمكن أن نرمز له مثلا برمز أ. مثلا قسم يحتوي على 20 تلميذ، كل تلميذ يحمل رقم من 1 إلى 20. كل تلميذ يحمل رقم من 1 إلى 20. هذا يعني مجموعة التلاميذ يكونون مجموعة، نرمز لها مثلا بـ أ. مجموعة أ تساوي تلاميذ من 1 الأرقام، يعني نرمز التلاميذ بالأرقام 1 2 3 4 إلى غاية 20. إذا القسم يحتوي على 20 تلميذ، نرمز لهذه المجموعة بـ أ، ونقول هذه المجموعة هي مجموعة تلاميذ تحتوي عفوا على 20 عنصر. 20 عنصر، واضح؟ يمكن تقسيم هذه المجموعة إلى مثلا الذكور، فئة الذكور وفئة الإناث. مثلا الإناث مثلا من 1 إلى 11، ثم الذكور مثلا من 12 إلى 20. إذن يمكن تقسيم هذه المجموعة الأم أ، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين صغيرتين. مجموعة الذكور مثلا الإناث نرمز لها بها مثلا هي من 1 إلى 11 مثلا. ثم مجموعة الإناث نرمز لها بـ مثلا من 12، عفوا الذكور مثلا 12 أن هناك مجموعة أ، مجموعة الأم تشمل كل تلاميذ القسم. ثم قمنا بتقسيم هذه المجموعة إلى مجموعتين، مجموعة الإناث من 1 إلى 11، ثم مجموعة الذكور من 12 إلى 20. إذا أردنا حساب تحديد عناصر هذه المجموعة، عناصر المجموعة أ هو 20 عنصر، مجموعة أ هو 11 عنصر، ثم المجموعة ب هو 9 عناصر. إذا مجموعتين أ و ب يعطوننا مجموعة أ. يعني بعض المفاهيم الأساسية التي يمكن التعبير بها عن المجموعات هي أول شيء هو كتابة مجموعة. في هذه الحالات الثلاث قمنا بكتابة مجموعة بالتفصيل، يعني ذكر كل العناصر الموجودة في المجموعة بالتفصيل. مثلا يمكن أن نعبر عن أ بما يلي، هي الأعداد آن الصحيحة الطبيعية الغير منعدمة، يعني تبتدئ من 1 الأصغر بحيث أن أصغر أو يساوي 20. إذن مجموعة أو يمكن أن نعبر عليها بهذه الصيغة، والمجموعة أ مثلا كذلك يمكن أن نعبر عنها بهذه الصيغة، أن تنتمي إلى أن إطوال بحيث أن أصغر قطعا مثلا من 12، يمكن التعبير بهذه الطريقة. ب كذلك يمكن التعبير عنها بصيغة أخرى حيث ان محصور بين 12 او يساوي 20. هذه الكتابة تسمى يعني كتابة مجموعة بتفصيل. ثم هنا قمنا بكتابة مجموعة بإدراك، يعني الكتابة بالتفصيل هي ذكر كل العناصر الموجودة في المجموعة. بإدراك هي فقط نحدد علاقة، يعني تبين كل عنصر من المجموعة. هنا من خلال هذه العلاقة يمكن أن أكتب المجموعة بالتفصيل، ولكن هناك بعض المجموعات لا يمكن كتابتها أبدا بالتفصيل لأن عدد عناصرها غير محدود. في هذه الحالة يعني لا نلتجئ إلى الكتابة بالتفصيل، فقط نكتب المجموعة بإدراك. إذن نمر إلى مفهوم آخر. لاحظ معي جيدا، كل عناصر A
موجودة في واحد واحد موجود اثنين موجود، ونقول أن المجموعة ضمن ضمن يجب أن نفهم جيدا، نقول أن أ ضمن أ إذا كانت كل عناصر أ توجد في أ، كل عناصر أ توجد في أ، إذا أ ضمن أ، ويمكن أن نقول أن ب كذلك ضمن أ، بكذلك ضمن أ. هل يعني كل عناصر ب موجودة في أ؟ نعم، 12 3 إلى آخر ذلك، إذا 12، إذا كل عناصر ب موجودة في أ، إذا نقول أن ب ضمن أ، ونكتب ب ضمن أ. إذا هذا الرمز يسمى ضمن، ويعبر عن تواجد مجموعة في مجموعة أخرى. يمكن أن نقول أن مثلا أ، هل يوجد عنصر من أ ضمن ب؟ لا يوجد أي عنصر، إذا أ ليس ضمن ب. تخيل مجموعة أخرى مثلا F تحتوي على العناصر مثلا 12 13 و14، بالنسبة ل F نقول أن أ ضمن ب، واضح؟ لكن إذا أضفنا هنا رقم آخر 25، هل F ضمن B؟ ليست ضمن B، F هنا ليست ضمن، عفوا ليست ضمن، ليست ضمن B، F ليست ضمن B لأنه يوجد عنصر لا يوجد في B، لكي تكون ضمن يجب أن يكون كل عناصرها ضمن المجموعة B، كل عناصرها ضمن المجموعة B، إذا كان هناك عنصر وحيد لا يوجد في B فإننا نقول أن F ليست ضمن B. بالنسبة للمجموعات نستعمل هذا الرمز يسمى ضمن أو ليس ضمن. بالنسبة لي يعني العناصر، إذا كان هناك عنصر مثلا عنصر 10 نقول أنه ينتمي، لأنه عنصر وحيد نقول أنه ينتمي، نقول أن هذا التلميذ ينتمي إلى القسم، وهذه المجموعة ضمن القسم، ولا نقول أن عنصر ضمن لا، أو مجموعة تنتمي لا، نقول أن عنصر ينتمي، نرمز له الرمز بهذا الرمز، يعني نرمز لي ينتمي بهذا الرمز، ونقول أن مجموعة ضمن نرمزها بهذا الرمز. إذن العنصر 10 ينتمي إلى المجموعة أ، والعنصر 10 لا ينتمي إلى المجموعة ب، بكل بساطة لا ينتمي إلى المجموعة ب لأنه لا يوجد هنا عنصر 10. مثلا 12 ينتمي إلى ب، و12 ينتمي أيضا إلى أ، ولكن 12 لا ينتمي إلى أ، إذا هذا الرمز يسمى ينتمي، ونعبر عن يعني يعبر عن الانتماء. هنا يمكن أن نفهم يعني التعبير بإدراك عن المجموعات باستعمال هذه الرموز. لاحظ معي جيدا، قلنا المجموعة أ هي كل العناصر أن الموجودة ضمن أن، يجب أن تعرف مجموعة أن ما هي. مجموعة أن هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية، يعني من صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى غير ذلك، يعني غير منتهية، صفر واحد اثنان ثلاثة مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. نقول أن أن تنتمي إلى أن إطوال، يعني يجب إزالة الصفر، أن إطوال نقوم بإزالة الصفر، بحيث أن أصغر من 20، أصغر أو يساوي 20، يعني واحد اثنان ثلاثة عندما تصل إلى 20 تتوقف، لأن أن يجب أن تكون أصغر أو يساوي 20، ونفس الشيء بالنسبة للمجموعات الأخرى. إذن إلى حد الآن قمنا يعني بتوضيح مفهوم مجموعة، مجموعة هي تتضمن عدة عناصر، ثم مفهوم الأجزاء مجموعة، هذا جزء وهذا جزء. نقول أن هذا يعني هذه المجموعة الصغيرة ضمن المجموعة أ إذا كان كل عناصرها ضمن أ، ونقول أن مجموعة أخرى F مثلا ليست ضمن مجموعة B إذا كان هناك على الأقل عنصر واحد ليس ضمن، على الأقل عنصر واحد ليس ضمن. وفهمنا يعني مفهوم الانتماء، 10 ينتمي إلى A، 10 ينتمي إلى B. إذا وقلنا أن الرمز ضمن يستعمل بالنسبة للمجموعات، والرمز ينتمي يستعمل بالنسبة للعناصر. وقلنا أيضا يمكن التعبير عن مجموعة بالتفصيل، يعني ذكر كل العناصر، وبإدراك يعني كتابة علاقة تربط عناصر المجموعة. إذن أتمنى تطبيقي. السؤال الأول عبر عن أو أف والسي بإدراك، إدراك يعني بعلاقة تربط بين عناصر أو أف والسي، أو تجمع كل عناصر أو أف والسي. نبدأ بأ، إذن جواب السؤال الأول عبر عن عناصر مجموعة أو بإدراك. أ هي المجموعة التالية بأكملها، كل ما بداخل هذه الدائرة
هي بدل ما لاحظ معي جيدا، هناك صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعني لاحظ من صفر إلى تسعة، إذن هي العناصر التي تنتمي إلى آن في هذه الحالة ليس آن إطوال، لماذا؟ لأن الصفر موجود، بحيث هذا يعني الآن أصغر أو يساوي تسعة. إذا قمنا بالتعبير عن المجموعة أو بإدراك، بإدراك عبر عن المجموعة F بإدراك F. المجموعة F هي كل العناصر الموجودة ضمن هذه الدائرة. لاحظ معي جيد، 11 12 13 14 15 يعني من 11 إلى غير 17، هذه السي مجموعة، السي مجموعة فارغة لا تحتوي على أي عنصر. إذا أن ينتمي إلى أن، بحيث أن محصورة بين، لاحظ جيدا، 11 و 17، 11 و 17. إذا قمنا بالتعبير عن المجموعة F بإدراك C، المجموعة C، المجموعة C لا تحتوي على أي عنصر، تسمى المجموعة الفارغة، إذا فارغة لا تحتوي على أي عنصر، نرمز لها بهذا الرمز. المجموعة C لا تحتوي على أي عنصر، مجموعة فارغة، فارغة. واضح؟ الآن مع السؤال الثاني، السؤال الثاني عبر عن بي و اف بالتفصيل، بي و اف بالتفصيل بكل بساطة، بي نذكر كل العناصر، بي لاحظ 10 11 12 إلى غير ذلك، 11 12 13 14 لا يوجد ضمن بي، إذا 15 لا يوجد، يعني لا ينتمي إلى بي، عفوا 14 لا ينتمي إلى بي، إذن يجب ذكره. 11 12 عفوا بي، 10 أيضا يوجد ينتمي إلى بي، 10 11 12 13 ثم 15 ثم 16 ثم 17، إذن كل عناصر بي مذكورة هنا، كل عناصر بي موجودة هنا، إذن هذا التعبير يسمى التعبير بالتفصيل. ثم مجموعة F، مجموعة F لاحظ جيدا، 11 12 13 14 15 16، إذا المجموعة F هي كل هذه العناصر من 11 إذا قمنا بذكر أو بكتابة F بالتفصيل. السؤال الثالث، يمنع الفراغ بأحد الرموز ينتمي لا ينتمي ضمن أو ليس ضمن واحد مع، هل واحد يوجد؟ نعم واحد ينتمي، نقول ينتمي لأنه عنصر، واحد عنصر نقول ينتمي، مزيان واحد هل ينتمي؟ لا نعم لأنه عنصر من أيضا ينتمي. واحد مع بي، واحد بي، إذا لا، لا هل يوجد واحد هنا في بي؟ لا، إذا واحد لا ينتمي إلى بي. ثم 10 و F، 10 و F، هل 10 يوجد ضمن F؟ لا، خارج F، إذن 10 ليس، لا ينتمي، عفوا لا ينتمي إلى F. هل 13 ينتمي إلى F؟ 13 نعم ينتمي إلى F. هل 13 ينتمي إلى C؟ C فارغة لا يوجد فيها أي عنصر، إذن لا ينتمي. هل 14 ينتمي إلى المجموعة الفارغة؟ المجموعة الفارغة لا تتضمن أي عنصر، إذن لا ينتمي، لأنها لا تتضمن أي عنصر مجموعة فارغة، ما فيها حتى شي حاجة. أ مع أ، أ هل أ كل عناصر أ موجودة في أ، إذا أ ضمن أ، نقول أن ضمن لأن مجموعة، المجموعة أ ضمن أ، عفوا ضمن المجموعة أ ضمن أ، أ كلها ضمن أ. هل ب ضمن F أو ليس ضمن ب؟ لاحظ هناك عنصر وحيد من ب، على الأقل واحد، يمكن اثنان يمكن ثلاثة، لا يوجد في F، إذا B ليس ضمن A. E و A، E و A، اثنان توجد في E ولا توجد في A، إذا E ليس ضمن A. E و F، E و F، اثنان توجد في E ولا توجد في F، إذا اثنان ليس ضمن F. C و B، C و B، هنا المجموعة الفارغة توجد ضمن أي مجموعة أخرى، مجموعة فارغة يعني لا شيء، لا شيء يوجد هنا ويوجد هنا ويوجد هنا، إذا المجموعة الفارغة توجد ضمن كل المجموعة، ضمن F أيضا، لأن مجموعة فارغة، السين مجموعة فارغة،
الفراغ يوجد في كل المجموعات، اذا السيد الله والسيد الله بي الى غير ذلك. هل اف ضمن المجموعه الفارغه؟ المجموعه الفارغه لا تحتوي على اي عنصر، اذا ليس ضمنها، لا تحتوي على اي عنصر المجموعه الفارغه، تحتوي فقط على المجموعه الفارغه مثلها فقط، اذا ليس ضمنها.